احنا كنشجعوا على العمل اللي تدير لطرافا اللي تدير عيشه راه ما كيديروا حتى شي واحد غير اللي كتضرب على الضوء ما كيدير حتى شي واحد كنعرفوا عيشه وكتخدم كتخدم ماشي زعما كتخدم من نيتها ماشي وحده شابو ديما نقف جنبها ديما نقف جنبها على داك الشيء داري ماشي يدوي على الجمهور ويدوي على اللعابات ويدوي ما مخلصينش وهذيك راه شابو ديالو راه ما مخلصينش مع الشوط ولا بين مساكن وكاك ما تي شابو لك اختي عائشه برافو عائشه كانوا عارفين يعني ما بلي الدحيله كيف كيقولوا كيفاش تحاولي تلخص لينا هاد لا سيزون اللي غنخصها نقول شكرا بزاف للجمهور كنشكرهم بزاف على المسانده ديالهم وكنشكر البنات على الروح القتاليه ديالهم داروا مجهودهم وكمال الله راه كيف ما كتشوف راه درنا مجهودنا باش نجيبوا 3 بوان ما كتعبش الحمد لله ما خسرناش في تيراننا بغيت نقول لهم برافو عليهم وان شاء الله ان شاء الله الا بقينا من هنا العام الجاي راه نزيدو نديرو مجهودنا ما بقيناش كنتمنى لهم التوفيق نتمنى التوفيق للراجا نتمنى التوفيق للبنات نتمنى التوفيق للطاقم التقني درنا اللي علينا وسمحوا لي نسمع انا كنطلب مسامحه من الراجا جيت معطله باش شديت هاد ليكيب ودرت للجميع داكشي اللي خاصني ندير وهادشي اللي كاين